السلام عليكم. دلوقتي برنامج ماجيكات هنلاقي فيه ماجيكات في الديليشن، ففي جزء خاص بالاير هاندلنج يونت. هو مش بيحمل لك فاميلي، انت بتسميها اير هاندلنج يونت مثلا 007 في الديسكريبشن بتاعها. ابدا بقى اكتب الابعاد اللي انت عايزها، مثلا اهوت. تمام، انت بقى عايز فيها او دور اير قد ايه، سبلاي اير قد ايه، اكسيوست قد ايه، زي ما انت عايز. يبدا ان هو يدفولك، عايز تحطها في اي اتجاه، في الاتجاه دوت، في الاتجاه اللي من فوق، من هنا، زي ما انت عايز. انت بتعمل حاجه خاصه بيك. تمام، الزون هيتر قد ايه، الفلتر تقدر تضيفهم عندك. طيب السبلاي اير هديله الابعاد واقول مثلا ان هو من الجنب دوت، والاكستراكت اير ممكن نقول له راوند. فالفكره مختلفه تماما. ممكن تعمل ايدسنج اير هاند يونت، لا اقول له اوكي بقى دلوقتي، وبعد كده تبدا تحط الفاميلي زي ما انت عايز. الفكره بتاعها عكس ما احنا متعودين ان احنا نقعد ندور على فاميلي ونقعد نعدل فيها، لا، هنا بتبدا انت تحدد المقاسات اللي انت عايزها زي ما موجوده في الكتالوج، وتلاقي الفاميلي موجوده. فدي طبعا اداه ممتازه جدا جدا يعني. لو حد يعرف اداه مماثله يا ريت يكتبها لنا في التعليقات. وهتلاقي الخصائص بتاعتها زي ما اخترناها. طبعا في ادوات كتيره جدا هنبدا ان شاء الله نشوفها لحد ما النسخه التجريبيه اللي معانا تخلص باذن الله.